الآن نريد أن نكتب 2.75% على صورة كسر في أبسط صورة. عندما نقوم بممارسة مثل هذا النوع من المسائل ستجد كم هي سهلة وواضحة. إذا الآن سنفكر بالعدد لنحصل على الطريقة المنطقية للقيام بذلك. سأقوم بكتابة 2 هذه وهي 2 آحاد على هذا النحو، وسأكتب العدد 7 بلون آخر، ولدينا 7 بعد منزلة واحدة فقط على يمين الفاصلة العشرية، أي أنه في منزلة العشرات. إذن بالتالي العدد يمثل 7 على 10، ثم 5 بعد منزلتين من الفاصلة أي في منزلة المئات، أي أنها تمثل 5 على 100. الآن إذا كنت أريد أن أكتب الكسر في صورة مبسطة أو كعدد مختلط، فعلي أن أدمج أجزاء هذه الكسور هنا. لنقوم بجمع كسرين علينا أن نوحد المقام، ولنقوم بتوحيد المقام علينا أن نفكر بمضاعف مشترك أصغر للعشرة والمئة وهو 100، لأن 100 تقبل القسمة على 100 وعلى 10، لذا دعونا نحول العشرة إلى 100. 10 ضرب 10 تساوي 100، إذا نضرب ب10 لتصبح هنا 100، ولا يمكن أن نفعل ذلك فقط للمقام، يجب أن نفعل ذلك أيضا للبسط، إذا نضرب المقام ب10 والبسط أيضا، إذا 7 ضرب 10 يساوي 70، إذا 70 على 100 هو نفس قيمة 7 على 10. الآن يمكننا أن نضيف 5 على 100، إذا 70 زائد 5 75، ولدينا المقام 100، فيمكن كتابة هذا على شكل 2.75 على 100. كما رأينا في الفيديو السابق، يمكنك قراءة العدد على نحو 2.75 على 100. الآن الكسر الذي لدينا ليس في أبسط صورة، لأن 75 و100 لديهم عوامل مشتركة، وأكبر عدد يقبلون القسمة عليه هو 25، إذن الثلاثة أرباع تمثل 75%، إذن هنا يمكن تقسيم كل منهما على 25، 75 تقسيم 25 هو 3، و100 تقسيم 25 هو 4، فالعدد الناتج في أبسط صورة هو 2.3 على 4. وعند قيامك بحل بعض التمارين فسوف ترى العديد من الأعداد هذه، ومن الطبيعي أن تقول أن 2.75% يساوي 2.75 على 100، بالتالي يساوي 2.3 على 4. شكرا لكم.